بعدما صدر البيان عن القمة العربية الإسلامية وما جاء فيها من قرارات، يعني ما المتوقع من ردود فعل من أمريكا والغرب والمجتمع الدولي بصورة عامة؟ هل يمكن أن يتجاهلوا يعني قرارات 57 دولة عربية وأجنبية؟ إذا لم تشعر الإدارة الأمريكية بجدية الموقف العربي والإسلامي يمكن أن تتجاهل هذه القمة وما صدر عنها، لكن إذا شعر بأن العرب والمسلمين غيروا من تكتيكهم ومن طريقة تعاطيهم مع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الشأن الذي يجري الآن في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذا شعرت الإدارة الأمريكية بأن هناك تغيراً ليس في اللهجة وإنما في الأسلوب وفي المضمون يمكن أن تتغير أشياء كثيرة. الإدارة الأمريكية لها حساباتها، وإذا شعرت بأن هذه الحسابات يمكن أن تتأثر، وحسابات المصالح هنا أقصد، يمكن أن تتأثر بتغير المزاج العربي الرسمي والشعبي تجاهها، يمكن أن تعيد النظر في مجمل سياساتها وطريقة تعاطيها مع الشأن العربي والفلسطيني على وجه التحديد.